ورجعنا لحضراتكم تاني اكيد، واحنا بنتكلم اليوم على الخير. واحنا بنتكلم على الخير وان مصر ارض الخير، استحالة ان احنا نغفل دور احد المؤسسات الهامة جدا في مصر اللي هي اصلا اسمها هو نفسه بيحمل معنى الخير، وهي مؤسسة مصر الخير. معانا النهاردة من مؤسسة مصر الخير استاذة مروة عبد الغني من قطاع الشؤون التكافلية والاجتماعية. معانا الدكتورة وسام عبد الغني قطاع الشؤون الصحية. اهلا بيكم في رسائل المصري، نورتونا. اهلا واهلا بمصر الخير معانا. طبعا النهارده عنوان حلقتنا يعني مصر الخير، فاحنا هي مصر ارض الخير وانتم مصر الخير، فيعني ماشي جدا مع الموضوع بتاعنا. بس انا كنت يعني بستاذنكم في حاجه بسيطه هقولها في الاول. في رساله جت للبرنامج هي من صديق اسمه محمد، طبعا مش هقول اسمه كله. محمد هو شاب من محافظة القليوبية، وهو عنده أسرة بتتكون من والدته وأخته بالثانوية العامة وزوجته وابنه. هو محمد محاسب وخريج كلية التجارة، ولديه يعني خبرة كويسة جدا في مجال المحاسبة، ولكن الراتب قليل جدا بالنسبة للأسرة. هو مش بيطلب مساعدة مادية من حضراتكم، هو كل اللي عاوزه فرصة عمل تناسب يعني أسرة بتتكون من 5 أفراد، بينهم سيدة طبعا كبيرة بتحتاج للعلاج، وأيضا أخته اللي بالثانوية العامة. فأتمنى أن محمد يلاقي إن شاء الله معاكم النهاردة فرصة عمل براتب كويس. نرجع تاني بقى لمصر الخير. هنبدأ مع أستاذة مروة ونتكلم على مصر الخير. عايزين فكرة للسادة المشاهدين كده نعرفهم إيه هي مؤسسة مصر الخير وماذا تقدم. بس قبل ما اتكلم على مؤسسه مصر الخير، استكمالا للاستاذ الكاتب اللي كان في الفقره اللي قبلنا، اتفضلي. في حته ان احنا نعلم اولادنا العطاء، احنا كان جالنا كده اصغر طفل متبرع في مؤسسه مصر الخير، وده كنا فرحانين جدا. الطفل ده كان بيتبرع شهريا لمده سنه بالمصروف، من المصروف بتاعه بيحجز جزء من مصروفه كده لمؤسسه مصر الخير. فدي كانت اكتر حاجه مفرحانا انا حبيت اقولها، بس استكمالا للكلام اللي اتقال في الفقره اللي قبليه، وان لسه مازال في مصر اسر بتربي اولادها على العطاء. ده شيء جميل جدا، وده نموذج جميل لازم طبعا نتكلم فيه. يعني انا بشكر حضرتك ان انت بتتكلمي عنه اكيد. طبعا ربنا يخليكي. هو طبعا هو يعني هو فوق راسنا كلنا. مؤسسه مصر الخير هو مؤسس يعني اسم كبير قوي، انا فخوره ان انا فرد من افراد اسره المؤسسه. مؤسسه مصر الخير هي رائده في التنميه غير هادفة للربح. احنا بدأنا في 2007، لغاية وقتنا هذا الحمد لله قدرنا ان احنا نقدم 50 مليون خدمة لشعب مصر، متواجدين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، منتشرين في كل المحافظات، بنقدر نغطي كل المستحقين اللي جايين من اي محافظة نقدر نغطيها. قطاعاتنا 6، القطاعات بتغطي جميع مجالات اللي تيجي في دماغ اي حد، المجالات الموجوده كلها. قطاع الصحه، قطاع التعليم، قطاع التكافل الاجتماعي ومناحي الحياه والبحث العلمي، واخر قطاع اللي هو التكامليه، ده اللي بيجمعنا كلنا عشان نعمل نوع من انواع التكامل في الخدمات في الخدمات اللي بتطرح. بالظبط. قدرنا الحمد لله عندنا برضو عشان نقدر ان احنا نطبق مبادئ الرقابة الداخلية والحوكمة في تطوير أدائنا ونتميز فيه، فاحنا عندنا إدارة الرصد والتقييم، دي دايما دي بتقيس قياس أثر المشروعات اللي احنا بنقدمها للمستحقين عشان نقول اوكي احنا كده ماشيين صح، ولا محتاجين نطور، ولا محتاجين نزود، ولا محتاجين الخدمة دي نغيرها بشكل معين وفقا للاثر الاجتماعي والاقتصادي على الاسره نفسها. تمام. عندنا برضو مراجعه داخليه بتراجع عليا عشان تحطني دايما على المسار الصح. عندنا اداره زي اداره الشكاوي والمقترحات، دي برضو عشان اي حد عنده مقترح، اي مستحق عنده مقترح او شكوى يقدر ان هو يرجع. ازاي الناس تتواصل معاكم يا استاذه مروه؟ لان في ناس ما بتبقاش عندها فكره قوي على طريقه التواصل، يعني عايزه تخدم او تتبرع او تتبرع بجهد او تتبرع بمال، بس مش عارفه تتواصل ازاي. اسهل وسيله للوصول لينا الخط الساخن 16140. 16140، بنعيد الرقم تاني 16140. او اي مكتب ميداني في كل المحافظات بتاعتنا، هتلاقي مكتب ميداني بيخدم المحافظة، وهي أسهل طريقة اللي هي الاتصال بالخط الساخن. في برضو لو حد عايز يتبرع على طول عن طريق البنك، فهيبقى 100% في كل البنوك المصرية. عندنا كمان كنت عايزة أقول برضو إن حاجة برضو بتخليني مبسوطة قوي، إن أنا في مصر الخير أنا بتميز بإن أنا عندي المسح الشامل
اللي انا بنفرد بيه. انا عندي جي اي اس مش موجود في اي مؤسسة تانية، وان شاء الله هدخل فيه، هدخل بالمسح الشامل. دخلت بالفعل بالمسح الشامل في مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة. المبادرة دي طبعا بدأت مع وزارة التضامن بميت بان احنا دي ندخل اتفاقيات مع وزارة التضامن. بالفعل ومؤسسات اخرى، طبعا مؤسسات كبيرة تانية، ان احنا هنتدخل في 100 قرية، ان احنا هنتدخل في احتياجات ال100 قرية دول، ان احنا نخلي الناس يوصلوا لحياة كريمة فيها. تمام، هو اسمحي لي بدأنا. هنا بس اوجه في بداية كده اوجه الشكر، يعني من لا يشكر الناس لا يشكره الله. اوجه الشكر اولا لفضيلة الدكتور استاذ علي جمعة، لان عن طريق دكتور علي احنا قدرنا نتواصل مع مصر الخير. بشكر مكتبه جدا، وطبعا على راسهم بخص بالذكر استاذ عبد الحميد منصور. كمان بتوجه بالشكر للاستاذه نانسي الشربيني اللي هي مسؤوله قطاع التسويق في مؤسسه مصر الخير، واستاذ معتز محمد مسؤول لجنه الاعلام، والاستاذه ساره اللي كانت دايما بتتواصل معايا علشان تظهر الفقره. انا طبعا بشكرهم جدا لكل المجهود اللي هم يعني قدروا يقدموه معانا في البرنامج. نرجع بقى نتكلم تاني عن نروح لدكتورة وسام ونتكلم على الخدمات الصحية اللي بتقدمها مصر الخير. انا احب اقول اشكركم جدا على استضافتي في البرنامج ده. قطاع احنا عباره عن قطاع صحه، قطاع الصحه ده كبير جدا، بيتكون من كذا حاجه. احنا بنطور في الوحدات الصحيه، بنطور في المستشفيات تبع وزاره الصحه، بندعمهم باجهزه، لينا مراكز زي مراكز غسيل كلوي، لينا مركز في كوم حماده ده تبع مؤسسه مصر الخير، وكمان عندنا حاجة اسمها طب وقائي اللي هي فيها التوعية، ومصر خالية من فيروس سي. عندنا برضو في وصلات المياه، طورنا وصلنا أكتر من 300,000 مستفيد، وصلنا مياه أكتر من 21,000 وصلة مياه وصلت للمنازل. في عندنا طبعا القوافل الطبية اللي عملوا سنة في 2018 حوالي 54 قافلة، يعني بمعدل كل 5 أيام في قافلة بتطلع في جميع محافظات مصر. طب احنا عايزين نتوقف هنا معاكي بقى دكتور وسام. اتفضلي. القوافل الطبية، الأطباء اللي بيتعاملوا مع مؤسسة مصر الخير، طبعا ده بيكون عمل تطوعي، ازاي بيقدروا يتواصلوا مع حضرتك؟ يعني في دلوقتي مثلا بعض الأطباء عايزين يتواصلوا معاكوا عشان يقدروا يطلعوا في القوافل دي، ازاي ده بيتاح؟ هو احنا متعاقدين مع مستشفيات اوريدي، اصلا في اتفاقيات مع مستشفيات. فالمستشفيات هي اللي بتطلع معانا، الدكاترة هم ممكن يتواصلوا معانا، واحنا ممكن يعني لما بنسافر، يعني مثلا في قافلة دلوقتي في شمال سينا ممكن نتصل بيه ويطلع معانا، يعني ما فيهاش اي مشكلة يعني ان شاء الله. وفي اخر جزء بقى اللي هو تبع العمليات الجراحية والعلاج الشهري، ده مهم جدا بقى نتكلم فيه شوية. بالظبط، العلاج الشهري، بس احب انوه عليه ان في علاج شهري ضد العلاج شهري كله زي السرطان والغسيل الكلوي، وبنعمل عمليات زرع النخاع في ابو الريش، وبنصرف الادويه قبل العمليه وبعد العمليه. وبالنسبه للعمليات، يعني وانا جايه في الطريق اصلا دلوقتي قالوا لي يا دكتوره في بني سويف، يا دكتوره في حد عمل حادثه امبارح 18 سنه وعايز له عمليه دلوقتي، عمليه كسر وتثبيت. وانا جايه لك اصلا في الطريق يعني، فاديت لهم على طول، شفت التقارير الطبيه بتاعته وقلت لهم الموافقه لحد ما يعني ايه ما يعني اجراءات بتكون سريعه على طول عشان نقدر ان احنا وفي كمان فيها. يعني احنا ساهمنا في عمليات اصلا قلب بتاع الاطفال، يعني حد يتصل بيا او حد يقول لي يا دكتوره الحقيقه ده في طفل عايز يعمل له عمليه جراحيه، في خلال 24 ساعة أو أقل من 24 ساعة بنكون بننفذها. طب دلوقتي أصلاً اللي محتاج عملية بقى دكتور، يعني حاليا في ناس أنا محتاج عملية لوالد أو لوالدة أو لحد عنده، يعمل إيه عشان يتصل بحضراتكم؟ يتواصل عن طريق الخط الساخن، أنا الخط شخصيا الساخن برد عليه لو في أي حاجة طبية، أو يروح المكاتب الميدانية أو أي فروع من فروعنا في مصر الخير، هم بيتواصلوا برضو معانا، يعني أي بيتصلوا فرع أو أي مكتب ميداني بالظبط أو الرقم اللي هو الخط 16 الساخن بالظبط 16 140. تمام، بس فيعني الحمد لله، يعني احنا بجد يعني العمليات الجراحيه بنعملها، بنشوف اهم العمليات العاجله، وبنشوف بقدر الامكان بنحاول نساعد في العمليات ان شاء الله يعني، والحمد لله يعني. ولينا مستشفيات متعاقدين معاها لو مثلا حد مش عارف هو عنده ايه او عايز عمليه ايه، فاحنا بنوجه المستشفى متعاقدين معاها.
أكيد مع مستشفى متعاقدين معاها، فبنشوف يعني زي مثلا معهد ناصر، ده معهد صرحي كبير جدا، دي بقى اتفاقيات ما بين مصر الخير وبعض بالظبط. المؤسسات الدولة يعني. ايوه بالظبط كده، فبنوجهه ليه، بنشوف احنا عنده ايه وبنقدر نساعده ايه. في ناس بتقدر تطلع قرارات نفقة الدولة او تبع التأمين الصحي وبيكون ناقصهم جزء من المبلغ، فاحنا بنعمل الجزء ده. ده من ضمن الخدمات. تمام بالظبط. في حاله دلوقتي من محافظه الاقصر كانت عندها مولوده ان عندها الاسنان بتاعتها اصلا اوريدي مش موجوده، عظام الفك مش موجوده، مش موجوده اصلا. احنا ساعدناها بتعمل ده والحمد لله. السنه اللي فاتت لسه قايلين لي يا دكتور دي اتجوزت كمان، يعني ما شاء الله. عملنا لها العمليه واتجوزت، فالحمد لله يعني. الحمد لله. اكيد يعني مجرد رسم بسمه كده على وجه انسان ده في حد ذاته بالظبط. يعني جزاكم الله عليه كل خير. يا ربنا يخليك. نرجع لاستاذه مروه. طبعا انت حضرتك كنت بتتكلمي معايا على اوجه المتعدده اللي بتساعد فيها مصر الخير، وقلتي لي طبعا ان في اللي هي الشتاء و هتكلم على القطاع، نتكلم بس عنها. استكمالا بقى للحته اللي اتفضلي قالتها. معلش لان انا بفتكر حاجات كده. كان في مثلا حاله كنت اتصال، ناخد الاتصال. دكتوره اسراء، اهلا وسهلا. الو. ايوه اهلا. الو. اهلا بحضرتك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. منورين والله. والله حضرتك اللي منوره، اهلا وسهلا. ربنا يخليك. انا بحب البرنامج ده قوي، والقناه والله القناه متميزه جدا، ويا رب التقدم ان شاء الله على طول. ربنا يخليك يا اسراء، متشكرين جدا ليكي. عندك اي اسئله للناس معانا؟ شكرا يا اسراء، شكرين. نرجع تاني لاستكمال. استكمالا بس للكلمه اللي هي انت حضرتك قلتي ان في سعاده كده بتيجي للبني ادم، لا غير كده كمان ان انا يعني مازال لغايه دلوقتي في حد او يعني الناس لسه لغايه دلوقتي بتتصل بيا، انا ناس انا ساعدتها مثلا من 4 5 سنين، الاقي الشخص ده بيتصل بيا في المناسبات يقول لي عامله ايه. انت عارفه انا بحس ان انا ان الشخص ده اعتبرني حد من افراد اسرته. انا حد من اسوان كان محتاج بس حاجه من الصحه، وكنت انا واصل همزه وصل ما بينه وما بين قطاع الصحه، وكنت عملت له حاجه بسيطه، فكانت هي بتزرع قرنيه وساعدناها، والحمد لله بعد ما البنت عملت العمليه اتصلت بيا بتقول لي انا يعني بدون ذكر اسماء انا فلانه الفلانيه، فقلت لها ايوه حضرتك، قالت لي انا عملت العمليه عندكم وانا اشكرك، انا بشكر المؤسسه بس انا مش عارفه اوصل لمين فيها، فحضرتك اللي تواصلت معاكي، حضرتك الممثله. فانا اشكرك جدا. فعايزه اقول لك في كل المناسبات لازم طبعًا الشخصيه دي تتصل بيا، وعايزه اقول لك انا بحس بسعاده قد ايه ان انا ساعدت او كنت طرف بسيط في اني اساعد الانسان. وانتوا عندكم عنوان يعني استوقفني جدا اللي هو اجرك سعاده. اجرك سعاده. اجرك سعاده، بقى نتكلم على اجرك سعاده ده حد ذاته. طيب نروح لدكتورة وسام. طبعا زي ما كنا بنتكلم كده حتة أجرك سعيدة، احنا عايزين بقى نقول الحالات اللي لما بتشفى وبتكلمك إحساسك إيه؟ مش عارفة، هو الواحد لما بيكون في الموقف بجد اللي هو بجد كله بتقوله شكرا، وهو بقى يعني سواء مام الطفل اللي مش لاقي حضانة وانتي تروح تودي له حضانة وتعملي له مثلا عملية، تقعد تدعي لك دعوات بجد يعني مش عارفه بطريقه غير طبيعيه، اللي هو بجد ربنا يخليكي. يعني انا بحس ان ده واجبي اصلا، واجب كل حد فينا، احنا يعني بنقدم المساعده لاي حد بقدر الامكان، وبنحاول يعني احنا شغالين تقريبا 24 ساعه يعني، حتى في ايام الاجازات بتاعتنا بيشتغلوا. يا ربنا يخليك. عايزين نشوف مع بعض فيديو يوضح كده مؤسسه مصر الخير والدور اللي بتقوم بيه. احنا هنرجع لكم تاني وهنكمل الحوار اللي بدأناه مع أستاذة مروة عن قطاع الشؤون التكافلية بالنسبة لمؤسسة مصر الخير. هو قطاع التكافل الاجتماعي القطاع مكون من 4 برامج، برنامج الغارمين وبرنامج ابن السبيل والمساعدات المباشرة وتوليد الدخل، زائد الحملات الموسمية اللي احنا بنقعد نشتغل فيها طول السنة تقريبا ما بتتقطعش. هو عندنا الحملة بتبقى مدتها زي حملة رمضان شهر، بس في الحقيقة احنا بادئين من قبلها من 6 شهور، التجهيز بيبقى قبلها بفترة كبيرة. صقل الأضحية كذلك بيبقى من واحنا في رمضان بنبتدي نشتغل في صقل الأضحية، اول ما صقل الأضحية يبتدي يخلص بنبتدي نشتغل في حملة الشتاء اللي احنا شغالين فيها دلوقتي.
بناء على قياس الاثر والحاجات اللي احنا كنا قسنا بيها المشاريع اللي احنا قدمناها، بنبتدي نخطط للمرحله الجديده ونبتدي نشوف نرسم الخدمه دي تتوصل للناس ازاي. يعني احنا عايزين نبذه مختصره عن كل حاجه اللي حضرتك ذكرتيها، يعني كل طيب قطاع. طيب انا هتكلم عن حمله الشتاء اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. حمله الشتاء السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت وعن اللي قبلها. احنا بقى لنا 5 سنين بنقدم حمله الشتاء. حمله الشتاء السنه دي احنا مستهدفين فيها منازل و الحفا اللي هي سكن ودفا، لان احنا اكتشفنا ان مصر فيها كميه منازل كتيره جدا محتاجه ان هي تتسقف. فاحنا ركزنا كل مجهوداتنا في الجزء ده لان ده اكتر احتياج للناس. فكان حمله الشتاء السنه دي كانت سكن ودفا المنازل وتوزيع الحفا على الناس. حمله رمضان افطار صائم، احنا الحمد لله برضو بقى لنا 5 سنين فيها. بدانا اول سنه من 2014 بمليون صائم، السنه اللي بعدها 1.5 مليون، اللي بعديها 3 مليون، اللي بعديها 5 مليون، اخر سنه كانت السنه اللي فاتت 10 مليون صائم. ان شاء الله. انشطتنا في الحمله مختلفه، في خيام رمضانيه، في كراتين، في افطار مسافر. اجرك سعاده او اجر الناس ازاي تبقى سعيده ان هي تشارك سواء بفلوس او بمجهود، مش لازم فلوس بس. اكيد في ناس كتير جدا تتمنى انها تشارك معاكم. مصر محتاجه حقيقي. مصر مليانه ناس عايزه عايزه عطاء. اكيد اللي يقدر يساعد بفلوس يساعد، اللي يقدر يساعد بمجهود بيساعد. في الحمله السنه دي برضو كان عندنا حاجه جديده، ان احنا في الموقع بتاعنا اي متبرع في الدنيا يقدر ان هو يساعد جاره اقرب حد ليه، قريبه جاره. نبدا بالجيره، بالناس القريبين مننا الاول. انما انت ما بتقدرش توصل للناس البعيده قوي اللي هي في الصعيد، اللي هي فعلا محتاجه. ولو قلنا يعني قعدنا نقول نص ساعه كده، محتاجه جدا. في ناس فعلا محتاجه جدا دعم، والناس دي فعلا مش متشافه. فاحنا عملنا السنه دي حاجه حلوه قوي في حمله الشتاء، ان احنا خلينا المتبرع يقدر يخش على المحافظه الفلانيه، منها على المركز، منها على القريه، منها على المنزل اللي هو يقدر يشوفه من هو على عن الانترنت، من خلال الموقع بتاعنا، يقدر يختار المنزل اللي هيساعد فيه، اللي يقدر يسقف فيه. حلو جدا ده. ننتقل بقى كلمه اخيره عشان الفقره بتاعتنا قربت تخلص مع دكتوره وسام. انا من خلال برنامجنا اللي هو رسائل المصري، اتمنى ان حضرتك توجهي رساله. الاول هتوجهيها لمين وهتقولي فيها ايه؟ بوجه رساله للناس كلها بجد، اللي عنده اي حاجه يقدر يساعد بيها شخص او يساعد فيه، فهو بجد ما يتاخرش عليها. الواحد بيعمل الحاجه دي بجد بحب جدا ومن جوه قلبه فعلا. وانا فعلا انا سعيده جدا، انا شغاله في مؤسسه لها كيان عظيم زي ده، وونس ان انا بسمع تليفون من اي حد ويقول لي بجد ربنا يبارك لك ويسترها عليك، دي السعاده كلها بقمه في السعاده بس. يعني وبجد بشكركم جدا، وبشكر كل حد شغال في مؤسسه مصر الخير، من اول اللي بينظف لحد اللي واقف على على الباب بيستقبل الناس. بجد بشكرهم جدا وبشكركم قوي. يعني لا ده احنا اللي بنشكركم حقيقي، طاقه ايجابيه وعطاء. وبجد حقيقي مؤسسه مصر الخير رحله عطاء كبيره، وهي من اكبر المؤسسات حاليا الموجوده للمجتمع المدني اللي بتساعد وبقوه. فيعني اتمنى ان احنا كلنا نشارك في دعم هذه المؤسسه لمساعده ابناء مصر. كلنا لازم نزرع الخير، يعني الخير ده مش مجرد تقديم بس مساعدات ماليه، مجرد ابتسامتك، مجرد الكلمة اللي هي الطيبة إذا ما قدرتش أقدم مساعدة فهي خير. بشكركم طبعا جدا ونورتونا النهاردة، وبشكر جدا مؤسسة مصر الخير. أعزائنا المشاهدين، انتظرونا الخميس القادم إن شاء الله في السادسة، منتظرين رسائلكم على إيميل البرنامج rasailbilmasri@gmail.com، وكل أراءكم ومقترحاتكم، وسعدنا بيكم جدا. انتظرونا في حلقة مميزة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.